لقد أولت الدولة الأردنية قطاع التعليم ومعاهد التدريب المهني اهتماماً خاصاً لأنه يلعب دوراً محورياً في تسيير دفة الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر معاهد التدريب المهني أحد الروافد الأساسية في إعداد الكوادر الوطنية المهنية المدربة. التحقنا مركز تدريب مهني معاً للطاقة الشمسية، قدمنا المركز أنه جعلنا مؤهلين للشغل في مجال الطاقة الشمسية، ومدة تدريب نحو 1400 ساعة نأخذ فيها كيفية تركيب قواعد الخلايا الشمسية، تركيب ألواح على القواعد، كيفية شبكة. أنا كطالب أستفيد من التدريب المهني أنه بهيئني لسوق العمل، بدربني أني لما أنزل على السوق ألاقي فرصة عمل أشتغل فيها، وهذا بهيئنا أيضا أن نستفيد من الشركات اللي بتجي عمعان أن نكون متهيئين مظبوط اللي نشتغل معها بخبرة مسبقة من التدريب المهني. معهد تدريب مهني معان يركز في الوقت الحالي على تدريب كوادر فنية متخصصة في مجال الطاقة الشمسية. هذا المعهد تأسس من 3 سنوات، بدأ التدريب من 2014 في دورتين أساسيات، كل دورة مدتها 1400 ساعة، وأيضا عندنا عدة برامج أخرى لرفد السوق المحلي واحتياجات الشركات الاستثمارية في منطقة معان العامل بالطاقة الشمسية، ب 350 متدرب أنهوا تدريبهم وتأهيلهم في المعهد، والآن هم يعملون بعقود مع هذه الشركات وسيتم تثبيت جزء منهم حسب اختصاصاتهم. وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة فإن على معاهد التدريب المهني العمل بشكل أكثر جدية في توفير كوادر وطنية مدربة وقادرة على منافسة الكوادر الأخرى والتي أصبحت متوفرة في الأردن بشكل كبير. كريمان الخطيب لبرنامج من نوفينا.